باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين. قوله رحمه الله: باب ما يوجب الغسل وصفته، أي وصفة الغسل. والغسل هو ما أمر الله تعالى به في قوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهو مما يرفع به الحدث الأكبر، إذ إن الحدث حدثان: حدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء كالبول والغائط والنوم، وحدث أكبر وهو ما يوجب غسل جميع البدن، وهو ما ذكره الله تعالى في قوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، كالجنابة والحيض. والغسل هو إسالة الماء على الجسد كله، أما موجباته فهي أسبابه التي تقتضيه. وقد عد المؤلف رحمه الله في موجبات الغسل 6 موجبات، 5 منها بالإجماع وقد اتفق عليها العلماء، والسادس فيه خلاف، وسيأتي بيان ذلك فيما ذكر رحمه الله. قوله: ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين، هذا شروع في ذكر ما يوجب الغسل، يعني الأسباب التي توجب الغسل. وبدأ المؤلف رحمه الله الأسباب التي توجب الغسل بالجنابة، لأنها التي ورد الله، التي ذكرها الله تعالى في الآية في قوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولأن الجنابة هي أكثر الموجبات وقوعا وحدوثا وتكررا، ولذلك بدأ بها قبل غيرها. والجنابة مأخوذة من الإجناب، وهو الإبعاد، ولهذا سمي البعيد عن الشيء الأجنبي عنه أو أجنبي عنه، والأجانب ضد الأقارب. وسبب تسمية من قام به الحدث الأكبر بخروج المني أو التقاء الختانين، سبب تسميته بالجنب لأنه بعد الطهارة بما حصل منه من إنزال، وقيل لأنه بعد الأرواح الطيبة، إذ الجنابة تمنع قرب الملائكة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا ندب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الإنسان إذا أجنب بوضوء، وأن لا ينام إلا وهو على وضوء، لتخفيف أثر الجنابة التي تبعد عنه الملائكة والأرواح الطيبة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في الجنابة سببين: الأول إنزال المني يقظة أو مناما، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، وهو موجب للغسل إذا خرج على الصفة التي ذكر الله تعالى في قوله: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. والثاني من موجبات الغسل التقاء الختانين، والمقصود بالتقاء الختانين إيلاج الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال، وهذا موجب من موجبات الغسل، وهو سبب من أسباب الجنابة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب الغسل بالإيلاج ولو لم ينزل، ولهذا أجمعت الأمة على وجوب الغسل بالجماع ولو لم ينزل، وبالإنزال ولو لم يجامع. فهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. فتلخص من هذا أن الجنابة هي إنزال المني يقظة أو مناما بشهوة، وإن لم يكن جماع أو
الجماع وإن لم يحصل إنزال، إذا وجد أحد الأمرين أو اجتمع فإن ذلك يوجب الغسل. وإذا ثبت الغسل، إذا ثبت الغسل ترتب عليه ممنوعات، منها الصلاة والطواف وجملة من الأحكام التي يمتنع منها الإنسان حال الجنابة، وسيأتي ذكرها وبيانها. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الموجبات، من موجبات الغسل، وهو الجنابة، وهي تقع بصورتين: إما بإنزال المني بشهوة يقظة أو مناما، وإما بالتقاء الختانين أي الجماع وإن لم يكن إنزال.